السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. مستر جودة معكم من قناتكم جودة عودة. يسعدني النهاردة إن شاء الله أن أنا أقدم لكم فيديو هام من فيديوهات المراجعة للصف الأول الإعدادي. ولكن قبل أن نبدأ المراجعة أحبتي، نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات الذين أجابوا إجابات صحيحة عن كويز الفيديو السابق. تعالوا الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. هو ده كان كويز الحلقة الماضية. أول سؤال: I read a story space نجيب محفوظ، طبعا باي نجيب محفوظ بواسطة نجيب محفوظ. I think tomorrow space better، طبعا أنا أعتقد إن غدا will be better، غدا سيكون أفضل. طبعا هنا بستخدم will علشان فيه tomorrow. It was a أو an space meal، meal معناها وجبة. We all liked it، كلنا حبيناها، يبقى اكيد كانت terrific اللي هي رائعة او جيدة. يعني دي كانت الاجابات عن الثلاث اسئلة بتوع الكويز السابق، والف الف مبروك لكل احبتنا اصدقاء القناة اللي اجابوا اجابات صحيحة عن هذا الكويز. وتعالوا مع بعض يلا نكرمهم، بس في ملحوظة هامة، وهي ان ترتيب الاسماء هو ترتيب حسب الحروف الابجدية. اول طالب متفوق عندنا هو الطالب احمد انور حمدي المنيا، احمد رأفت دياب اولاد محمد، احمد محمد كامل اسيوط، ادهم احمد سعد الوادي الجديد، ادهم محمد محمود الاسكندرية، امل فيصل، اياد يزيد اسيوط، الاء جمال شيخون سوهاج، ايه هشام محمد القاهرة عزبة ابو باش، بدء احمد عبد الفتاح مطروح، بسملة مصطفى محمد القاهرة، جنى محمد جمال الحوامدية، جنى وائل عباس القاهرة، جنى وائل عبد الراضي، حبيبة نادي نصر كفر الرباعي، حسناء عبد الوهاب سوهاج، حنين أحمد عبد الله الفيوم، حنين الحلو، دينا عرفة سيد أسيوط، رحمة خالد عبد المحسن القاهرة، رقية رمضان أحمد الإسكندرية، رنا أنور محمد الوادي الجديد، سارة عماد المنياوي دسوق، سما بشير الجيزة، سهيلة محمود سوهاج، سهيلة معاذ القاهرة، شهد محمد يوسف مدينة المستقبل، ضحى محمد أحمد عبد الحميد، عائشة سعيد رمضان بن سويف، عائشة عبد العزيز محمد القاهرة، عبد الرحمن قوس، عمر أحمد السيد القاهرة، فارس فريد الشرقية، فاطمة محمود الشو الصلعة، كيرلس ظريف القاهرة، مازن عباس الإسكندرية، محمد أحمد سعد الوادي الجديد، محمد أحمد سلامة، محمد أشرف السيد طنطا، محمد إبراهيم عبد الله الإسكندرية، محمد خالد القاهرة، محمد سالم المراغي، محمود الرمحي مدينة الشروق، محيي محمد الشربيني المنصورة، مريم علاء محمد الشرقية، مريم عماد اسكندر المنيا، مصطفى الشرقية، ملك أسامة محمد الإسكندرية، ملك عادل أبو الحسن سوهاج، ملك محمد عمر الجيزة، ملك محمد هاشم كفر الشيخ، منى إيهاب وحيد القاهرة، مي محمد السنجابي رأس سدر، ندى إبراهيم الإسكندرية، ندى عزت سلمان الإسكندرية، نوران علي الخضري دمياط، نورهان محمد الفيوم، نيرة أيمن أحمد الحوامدية، هبة الله إبراهيم الحوفي رأس سدر، هنا عادل، وائل بن طالب المغرب، وسام حجاج الجيزة، يوسف سامح نسيم الإسكندرية، يوسف هلال عبد المنعم أسيوط، يوسف هيثم القاهرة. ألف مبروك لكل أحبتنا أصدقاء القناة اللي اتكرموا دلوقتي، ويا رب كل اللي بيسمعنا يدخل على الكويز بتاع فيديو النهاردة في نهاية هذا الفيديو ويجاوب عنه ويتكرم في لوحة شرف القناة للفيديو القادم بإذن الله. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام في مراجعة للصف الأول الإعدادي، مراجعة شهر مارس، وهي عبارة عن أسئلة الاختياري أو الاختيار من متعدد. يا رب إن شاء الله المراجعة تعجبكم، بس بفكركم أحبتي إن أنتوا تفضلوا معانا لحد نهاية الفيديو علشان تستفيدوا أقصى استفادة من الفيديو، وكمان علشان تجاوبوا على الكويز اللي في نهاية هذا الفيديو اللي كلنا بنستناه، والحل بتاع الكويز هتلاقوه لو ركزتوا في شرح الدرس كويس. مستني إجاباتكم عن الكويز في التعليقات أسفل هذا الفيديو مع كتابة الاسم والمدينة علشان تتكرموا في لوحة شرف القناة في الفيديو القادم بإذن الله. ولو أنت مش مشترك معانا بالقناة وحابب تنضم لينا، اشترك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الكل، ولايك وشير للفيديو دعما لنا. نبدأ مع بعض. أول سؤال عندنا أحبتي هو I like space but it's difficult to open them،
انا بحب ايه، ولكن من الصعب فتحهم. طبعا ايه الحاجة اللي صعبة؟ اللي هي الكوكونتس، اللي هي جوز الهند. My grandfather was a space and he visited أو and visited countries all over the world، وزار دول كتيرة في كل أنحاء العالم. يبقى كان شغال ايه؟ سيلور رقم سي. Do you like working with other people or do you prefer to work alone؟ طبعا هل تحب العمل مع ناس آخرون أم تفضل العمل alone بمفردك؟ I didn't like this story. أنا لم تعجبني هذه القصة. I thought أعتقدت the writing was إن الرايتنج بتاعها كان terrible يعني سيء. Do you think this glass bottle will space in water? Will طبعا sink in water. Sink هنا معناها يغوص أو يغرق. هل تعتقد إن هذه الزجاجة الزجاجية سوف تغوص في الماء؟ كروسو ate space on the island. It was very nice. طبعا ate بمعنى أكل. الحاجة الوحيدة اللي هنا بتتاكل هي الكوكوناتس جوز الهند. When you put a stone in water، عندما تضع حجر في المياه، it will، برافو عليكم، sink يعني تغرق أو تغوص. Let's go to the big wheel at the space this weekend. طبعا نروح البيج ويل اللي هي العجلة الدوارة في الملاهي. الملاهي يعني ايه؟ ممتازين، اللي هي فان فير. الاختيار رقم ايه؟ I loved the fish. انا عجبني السمك. But I didn't see any whales at the aquarium، اللي هو معرض الاحياء المائية. It was great at the football space. My team won 2-0. طبعا كان شيء عظيم فين؟ في الفوتبول ستاديوم، اللي هو استاد كرة القدم. I saw a lot of fish at the، انا رايت الكثير من الاسماك في، برافو عليكم، اكواريوم، معرض الاحياء المائيه. Did you go to the space to watch the match؟ طبعا عشان نشاهد الماتش يبقى رحنا فين؟ برافو، ستاديوم برضو مره تانية. Yesterday I rode space a big wheel. انا ركبت، برافو، on a big wheel. I saw an space about dolphins. انا رايت عرض عن الدرافيل. عرض يعني ايه بقى؟ برافو عليكم، اكسبيشن. اكسبيشن اللي هي رقم دي. ليتس سبيس بولينج، هيا جو بولينج. ليتس جو بولينج، نلعب لعبة البولينج. يلا كلنا خلي بالكم نركز، ولو في عندك كلمات انت مش متأكد منها يا ريت ندونها عندنا في كراستنا علشان نرجع لها ونحفظها ونحفظ الأسئلة بتاعتها. We enjoy watching the space in the sky at night. طبعا في السماء وليلا بنستمتع بمشاهدة ايه؟ برافو، ليلا وفي السماء يبقى ستارز اللي هي النجوم. السؤال اللي بعد كده، You can go to the Egyptian space to see many statues. طبعا Egyptian Museum، المتحف المصري، لكي ترى التماثيل عديدة. many statues. There are a lot of sports you can do. يوجد الكثير من الرياضات تستطيع أنت تمارسها at، طبعا sports center، الاختيار رقم دي. Children like to go to the space to ride on the wheel. طبعا بيحبوا يروحوا فين؟ في الفن وفير اللي هي مدينة الملاهي. Many people go to the space to see the planets، عشان يشوفوا البلانيتس اللي هي الايه؟ الكواكب. يبقى بيروحوا البلانيتاريوم اللي هو المرصد الفلكي. This space serves fish with rice. هذا الايه اللي بيقدم هنا؟ سيرفيس يعني يقدم سمك بالرز. طبعا ريستورانت اللي هو المطعم. Before going to school، قبل الذهاب للمدرسة، I always have my space at 7 a.m. بتناول ايه؟ الساعة 7 الصبح. تمام، breakfast اللي هو رقم دي. Some students had lunch at the school canteen. طبعا بعض التلاميذ بيتناولوا الغداء في كانتين المدرسة. My grandfather died space 73. طبعا مات عن عمر 73 سنة. عن عمر يعني ايه؟ aged، الاختيار رقم سي. السؤال اللي بعد كده، السؤال 25، Some boys are space of dogs. طبعا بعض الأولاد are frightened of dogs، يعني خائفون من الإيه؟ من الكلاب. طب أمال frightening معناها إيه؟ frightening يعني مخيف مش خائف. frightening بالإن جي معناها مخيف. Yesterday our family space to، طالما في yesterday هنا يبقى هجيب ماضي بسيط، هقول moved، الاختيار رقم إيه؟ It took 3 hours space from our old house in Cairo. طبعا the structure it took 3 hours to زائد المصدر to drive، الاختيار رقم دي. Students at school should wear a nice، بيرتدوا a nice uniform طبعا اللي هو الزي الموحد.
we should be space when we talk to tourists. يجب أن نكون إيه عندما نتحدث إلى السياح. برافو عليكم. friendly يعني ودود. I don't talk to my father when he was quiet. أنا ما بتكلمش مع أبويا لما بيكون. برافو عليكم. nervous متنرفز. space أحمد is late. he catches the bus. طبعا although على الرغم من. although أحمد كان متأخر هو لحق الأتوبيس. wise people make good space. wise people الناس الحكماء أو العقلاء بيعملوا إيه make good decisions يتخذوا قرارات جيدة. سؤال 33. محمد was absent yesterday. محمد كان غائبا أمس. space he was ill. عايز طبعا يقول لأنه كان تعبان يبقى because. الاختيار رقم C. he didn't eat much. space he was very hungry. هو ما كلش كتير. عايزين نقول إيه على الرغم من طبعا although he was very hungry على الرغم من هو كان جعان إلا إنه ما كلش أكل كتير. The piano is a musical instrument. يعني آلة موسيقية. البيانو هو a musical instrument. What type of music do you like? ما نوع المزيكا اللي بتحبها؟ فرد عليه قال له I like jazz. موسيقى الجاز. I like listening to حليم. اللي هو عبد الحليم حافظ. Because I like space music. لأن أنا بحب الكلاسيكال ميوزك. Egypt always has great space. Who plays wonderful music. بيعزفوا مزيكا رائعة. يبقى musicians اللي هم الموسيقار جمع موسيقار. There was a great storm. كان في عاصفة قوية. So the ship was about to. لذلك السفينة كانت على وشك. Was about to يعني كانت على وشك انها ايه برافو تغرق sink. All my family went out. كل أسرتي خرجت. And left me space at home. وتركوني alone في ايه في المنزل وحدي في المنزل. السؤال رقم 41. Some people like to write their space. بعض الناس بتحب تكتب ايه dairy ولا dirty ولا diary ولا dirt. طبعا الاختيار رقم C diary اللي هي المفكرة. We decided space our uncle after school. We decided to زائد المصدر to visit. قررنا أن نزور عمنا بعد المدرسة. Space a fantastic weekend it is. وعلامة التعجب في الآخر يبقى what a fantastic weekend. يا لها من عطلة نهاية أسبوع رائعة. We went to our friend's house. طبعا بتاخد حرف الجر on. أيام الأسبوع بتاخد on. We played football in the. لعبنا فوتبول فين؟ في البارك اللي هي الاختيار رقم ايه. طيب وبارك دي معناها ايه؟ معناها ينبح الكلب. Okay. There is a really big swimming space in the sport center. طبعا swimming pool اللي هي حمام سباحة. Aya likes jazz music طبعا. It was space because my team lost 5-2. كان وضع terrible طبعا لأن فريقي خسر 5-2. The pizza was really good. Space it was expensive. البيتزا كانت جيدة حقا على الرغم من أنها كانت غالية. Although Robinson Crusoe is an space story. Robinson Crusoe كان قصة مغامرات. Adventure stories. I walked space the sea. طبعا أنا مشيت along the sea بطول البحر. I walked through a space. طبعا مشينا خلال أو داخل الجانجل اللي هي الغابة. I lost all my work. أنا فقدت كل عملي because my laptop stopped working. طبعا stopped بيجي بعدها الverb ing من غير أي إضافة ing من غير to قبلها. بس stopped working. طيب ندخل على الأسئلة المتعلقة بالجرامر أو الستركتشر. He's based an old friend last week. خلي بالك last week موجودة يبقى ماضي بسيط يبقى met. ما عارفين الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل. التصريف الثاني من meet هو met. Space you send the email to your pen friend ندى. طبعا did you send. الجملة هنا did ليه؟ لأن جاية send مصدر. We spaced to Aswan a month ago. لاحظ كلمة ago أيضا تعبر عن الماضي البسيط. تبقى we traveled. اختيار رقم D. نستكمل أسئلة الجرامر. Maher spaced under a taxi and broke his leg yesterday. لاحظ معايا and broke كسر. طالما and وجاي بعدها ماضي بسيط يبقى اللي قبل and لازم يكون نفس الزمن اللي هو الماضي البسيط fell بمعنى وقع. My grandpa spaced a new farm in 2006. My grandpa اللي هي الجد. طبعا في عندي هنا تاريخ ماضي او تاريخ سابق اللي هي in 2006
يبقى على طول هجيب ماضي بسيط بوت علي سبيستو كايرو، وفي عندي اجو في الاخر تبقى وينت اكيد في الماضي البسيط عشان في اجو. وير ديد، طالما ديد موجوده يبقى مصدر على طول، يبقى يو باي المصدر. ديد يو واتش ذا فيلم لاست نايت، فالرد هيكون نو اي didn't. A year ago منذ سنة my father spaced me with him to visit our farm. طبعا my father ها طالما في ago يبقى took في الماضي البسيط الماضي بتاع take. Yesterday عمر طبعا اي yesterday يبقى الماضي، يبقى على طول didn't هنفي باستخدام didn't. The ancient Egyptians spaced a lot of things. طبعا هم ايه هم عملوا ايه هم did. ليه اخترنا did؟ لان the ancient Egyptians القدماء المصريين عد عليها يمكن مئات السنين او الاف السنين. We had lunch at the restaurant and the food spaced delicious. طبعا the food كان يبقى was. I didn't space، طبعا هنا didn't يبقى على طول هجيب المصدر من الفعل اللي هو buy. We went to the fun fair 3 weeks، طبعا هنا ماضي بسيط we went، went تصريف الماضي من go يبقى 3 weeks ago، وده structure خدناه. Where is this he go last Tuesday؟ last يبقى where did عشان في جملة ماضي هنا last Tuesday. Yesterday we didn't طبعا مصدر drive. What did you space yesterday؟ what did you do طبعا مصدر. I space very busy yesterday، عايز يقول انا كنت مشغول جدا امبارح، يبقى I was very busy yesterday. كده احبتي نكون خلصنا الجزء الاول من مراجعتنا للصف الاول الاعدادي لشهر مارس. اتمنى ان شاء الله ان المراجعه تكون عجبتكم احبتي، ويا ريت ما تنسوش دلوقتي قبل ما تنسوا لايك للفيديو اللي قدامك ده. اللايك بالنسبه لك بسيطه بس بالنسبه للقناه تمثل الكثير. ويا ريت لو انت مش مشترك بالقناه اتفضل ادعمنا واشترك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اولا باول. تعالوا مع بعض يلا نشوف الكويز بتاع النهاردة اللي كلنا بنستناه. Today's quiz هو عبارة عن 3 أسئلة اختياري. أول سؤال We can often hear music space weddings on at by four. Good students always write space important tips down ولا into ولا on ولا of. You should space yourself of your homework. You should remember, write, do, remind. ما تنسوش أحبتي التعليق بالإجابات الصحيحة أسفل هذا الفيديو مع ذكر الاسم والمنطقة اللي انت منها أو اللي انت منها علشان تتكرموا في لوحة شرف القناة للفيديو القادم زي أحبتنا اللي اتكرموا منذ قليل. وبفكركم مرة تانية أن الأسئلة هي أسئلة للطلبة المتفوقين، عشان كده لازم نركز في حلها كويس، ويارب كلكم تجاوبوا إجابات صحيحة عنها وتتكرموا إن شاء الله في الفيديو القادم. بفكركم للي لسه ما عملش اشتراك او سبسكرايب لقناتنا يتفضل يدعمنا ويعمل اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الكل. وانتظرونا في الفيديو القادم بإذن الله وفي الجزء الثاني من مراجعة شهر مارس بعد يوم او اثنين بالكثير ان شاء الله. وحتى حينها اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.